ورحمة ومحبة وجمال في مستهل حلقة متجددة من طائر السعيدة. نبتدئها اليوم مع هذه المناظر الأكثر من رائعة وجميلة من أعلى قمة في قلعة صيرة في محافظة عدن، لنقضي نحن وإياكم وقتا جميلا ورائعا مع مختلف الفقرات المتعددة كالمعتاد. مرحبا بكم. عندما تتغزل الطبيعة بمعالم الأرض الموجودة عليها، وحينما يترافق صوت حفيف الأشجار مع روعة وخضرة المناظر الموجودة فيها، هذا يعني أنك في واد من أودية اليمن التي اشتهرت بجمال المناظر الموجودة، بخضرتها، بروعة المزروعات الموجودة فيها من خضروات وفواكه. رحلة اليوم في أحد الأودية، وهو وادي الفودع أو الفوادع نسبة للمنطقة التي وجد بها. واد تميز بأنه أصبح أيضا متنفسا للعائلات التي تأتي لزيارته بين الفينة والأخرى. ولكن قبل أن نبتدئ رحلة اليوم، دعونا مع سؤال فقرة اليوم من الرحالة، وسؤالنا يقول: في أي مديرية من مديريات محافظة تعز يقع وادي الفودع أو الفوادع؟ دعونا نشاهد من هو الفائز معنا ثم نذهب لنكمل الرحلة. في أي مديرية من مديريات محافظة تعز يقع وادي الفوادع؟ ما أعرف. بالضبط. مديرية من مديريات محافظة تعز يقع وادي الفوادع. بالضبط. لا. لا مش بالضباب. ما أعرف. ما أعرف. وادي الفوادع. فودعي، ما سمعتمش عن الفودعي؟ تعرفين أين يقع وادي الفوادع؟ ما نعرف والله ما نعرف. حاولي أن شرب بهالجائزة. والله ما أعرف والله. طيب يعطيكم العافية، شكرا لكم. وادي الفوادع. إيش؟ وادي الفوادع. وادي الفوادع. أين يقع؟ حضرموت. وادي الفوادع. وادي الفوادع. في شرق قبل حبشي. وادي الفوادع. ما عندي فكرة. محاولة ثالثة. جبل حبشي، شرعب، الضباب. أشوش النعمة. أحد عليك. يعطيك العافية. أين يقع وادي الفوادع؟ مين؟ أين يقع وادي الفوادع؟ والله ما نجاري. جيب إجابة إذا أنا أقول لك صح ولا غلط. ما أقدرش أحدد. وادي الفوادع. الفوادع الحديدة. لا. مو بتعز. حاول تعز. صيفرة ما فيش. صيفرة ما فيش. ما فيش عندنا الوادي الفواجع هذا، ما هلوش عندنا بتعز. يعني انسحب. التربة. ما اقدرش انا احدد التربة. في أي مديرية؟ في أي مديرية والله؟ المعافر. لا يغشش انك شغل. يغشش. يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا. أين يقع وادي الفوادع؟ والله للأسف ما فيش معي معلومة. حاول. ما فيش. يعطيك العافية، شكرا. وادي الفوادع، في أي مديرية يقع وادي الفوادع؟ ما نستاري والله. اعطيني خيارات وأنا بساعدك. يلا اديني. أنت قل لي إجابة وأنا بقول لك صح ولا لا. أين بتهامة ولا هنا في ال مش بتهامة، بتعز. حاول تعز. الحجرية. ها؟ بالصافية؟ لا مش بالصافية. فين؟ فين؟ أنا سألك فين؟ ما نشتري والله. يعطيك العافية. فكري أين يقع وادي الفوادع؟ وادي الفوادع. أين يقع؟ نعطيك الآن جائزة. قريب البيضاء. لا مش في البيضاء. يعطيك العافية، شكرا. يقع وادي الفوادع. ما اعرف وش والله. قول لي ما هي. انا قاعد الفوادع. ما اناش عارف والله، ما اعرف وش. محيط تعز. ايوه. بعدن ولا لا باسمه الحقريه. غشش انك غلط. تبي تغشون غلط. تبي هو يهربون. اي ودفوبك. بني حماد الحقريه. لا يودفوبك. في اي مديريه؟ المعافر. مديريه المعافر. يعطيك العافيه، شكرا لك. انا قاعد الفوادع.
معنى الفودعي لما يجي يقول لك لقب الفودعي؟ ما سمعت اسم الفودعي. معكش اصحاب من الفودعي؟ عدان حضرموت. الفوادع، اين يقع وادي الفوادع؟ بدي منه عدان. يعطيك العافية، شكرا. اين يقع وادي الفوادع؟ بشبوة، قريب شبوة والبيض. قل والله. ان شاء الله. لا مش في شبوة. اين يقع وادي الفوادع؟ انا حاول اسألك في محيط تعز. ها؟ في محيط تعز. في محيط تعز قلب لاحق. انا ما اعرف ايش. يعطيك العافية، شكرا. اسمعوا من كيف. اين يقع وادي الفوادع؟ وادي الفوادع فودعي. سمعت بلقب الفودعي؟ ما عندكش اصحاب فودعي؟ إذن احنا هنا في محافظة تعز في وادي ضباب تحديدا، ما زلنا نسأل عن سؤالنا اين يقع وادي الفوادع. الغريب انه في ناس كثير ساكنين في وديان معينة بس ما بيشوفوش يعني الوديان هذه، او احيانا ما تكونش عندهم معلومة. في معنا هنا اشخاص مجموعة، في معنا كذا الام الحلوة هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، كيف حالكم؟ الحمد لله. الله يحفظكم. كيف حالك؟ تعرفين باسمك؟ حورية عبد الله. حورية، ايش تسوي ام حورية؟ نحن نطلب الله. نطلب الله بايش؟ ملابس بلبان بي. تبيع لبان يعني؟ الحين هذا اللي معك لبان؟ لا هذا هند. هند؟ وايش بتسوي بالهند؟ نعصيد اكلنا. ايوه الله يعطيك العافيه. وليش تخرجي تشتغل انت؟ ما معكش عيال يشتغلوا بدالك؟ لا معي، كل من محمل نفسه. وانت من قاس بالبيت؟ انا وبناتي وزوجي. الله يحفظ لكم ان شاء الله. طيب يا ام حوريه، هذا وادي الضباب، انت تعرفي عن الاوديه او سمعتي عن الاوديه؟ وادي الضباب من سفل الضباب لراس الضباب اسمه وادي. ايش غنوا عنه؟ ايش قال عنه الايوب؟ هو اللي الوادي الثاني. غلولي. الله يبارك. طيب تعرفي وادي الفوادع؟ الفوادع بالحقرية. أين بالحقرية وادي الفوادع؟ واسط. واسط الحقرية. متأكدة؟ أيوة. كده متأكدة؟ متأكدة 100%. 100%. كيف عرفت الإجابة؟ أنا داري بين لأنني كنت طلب الله هناك. الله يحفظك ويوفقك إن شاء الله. كيف تشوفوا الإجابة صحيحة؟ في حد منكم عارف أن يقع وادي الفوادع؟ لا والله هنا ما. يعني الإجابة حقمي صحيحة؟ إيه صحيح. يعني تستاهل جائزة؟ تستاهل جائزة؟ إذن الوالدة حورية مين؟ حورية عبد الله محمد. حورية عبد الله محمد حصلت هنا في وادي الضباب محافظة تعز على 15,000 ريال في جائزة الرحال عن سؤال وادي الفوادع اللي هنعطيكم عن التفاصيل الآن في فقرة الرحالة. ألف ألف مبروك، نحييها. في اليمن تتنوع الطبيعة بمناظرها الجميلة الخلابة الساحرة ما بين سهل وواد وجبل، ومن الوديان التي آثرنا أن نزورها ونحط رحالنا عليها في الرحال وادي الفوادع، الوادي الذي قد لا يعرفه الكثيرون سوى أبناء المنطقة، واد يتميز بطبيعة جميلة مليئة بالخضرة وجريان الماء في سواقيها وسط الأشجار المتنوعة تحديداً في فصل الصيف، أشجار تزرع فيها أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه التي تعد أحد مصادر دخل أهالي المنطقة. في هذا الوادي كما قال لنا الأهالي تختلف أنواع المزروعات الموجودة فيه من خضروات وفواكه، فهم يزرعون أشياء معينة كالبصل والطماطم، أيضا البسباس، الكوسة، أشياء كثيرة جدا، بالإضافة إلى أشجار المانجو التي تغطي المكان هنا. مياههم دائما ما تؤخذ من الآبار عن طريق ما يعرف بالبومبا ليتم زراعة الأراضي الزراعية الموجودة فيها. بعضهم من يحاول تصدير هذه الفواكه والخضروات إلى الأسواق بالتأكيد كي تتم بعد ذلك حركة البيع والشراء وتكون نعمة الله على هذه الأرض. Thank you.
وعلى الرغم من افتقار هذه الأماكن التي هي أقرب لمحميات طبيعية لأبسط مقومات السياحة مثل وجود أماكن مخصصة للزيارات أو الخدمات، إلا أنها تظل مقصداً لا غنى عنه لمواطني تعز تحديداً الذين استشعروا ماهية الطبيعة فتعمقوا في تفاصيلها. الوديان بالنسبة لسكان المنطقة التي يعمل فيها الجنسين الرجال والنساء وأحياناً الأطفال لا تعد فقط مصدراً للرزق من حيث الزراعة والموجودة فيها، وإنما أيضاً تعد أماكن ومتنفسات سياحية خصوصاً في أيام الصيف عندما تبدأ المياه بالجريان وأيضاً تكبر ثمار الأشجار الموجودة فيها لتنقل واقعاً رائعاً وجميلاً عن مدى جمال الطبيعة السياحية في اليمن. تتميز محافظة تعز بالتنوع البيئي ومحمياتها الطبيعية وكثرة الأودية وكثافة الأشجار واخضرارها في كل الفصول، وخصوصاً في ريفها ومناطقها الممتدة إلى خارج المدينة، وهو ما جعل السكان من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى يقطعون المسافات ليصلوا إليها لقضاء إجازتهم الرسمية والصيفية في جو المحميات الطبيعية التي تتمتع بها تعز، ومنها هذا الوادي، وادي الفوادع. أن تكون ظاهراً حكايات وتجارب وأمنيات كثيرة قد لا يستطيع البعض منها أن يحققها على أرض الواقع، كيف لا وهو يطمح أن يكون غير ظاهر العيان كي يستطيع تنفيذ ما في باله، بالرغم من أن هناك بسطاء كثر لا يتمنون فعل شيء. كل هذا وأكثر تجدونها في ردود الفعل المختلفة فقط في قبعة الإخفاء، تابعوا معنا. تعرفنا باسمك؟ سيف محمد جمال متاش. من وين يا سيف؟ من اللجام. فين اللجام هذه بالضبط؟ فين تقع؟ يعني في بني بهلول فوق غيمان. تابعة لها. كم عدد المناطق الموجودة في بني بهلول؟ كم عدد القرى التابعة لها؟ 25. يعطيك العافية. نسألك سؤال، وش كذا إجابة عجيبة غريبة منك على طول. أيوة شوف، تخيل أنت لابس كوفية. أيوة. والكوفية هذه أول ما تلبسها أنت تختفي، واسمها قبعة الإخفاء أو كوفية الإخفاء. إيش أول حاجة ممكن تسويها؟ ايش اول حاجه اسويها؟ يعني انت بتلبسها وبتختفي، فانت بتقدر تشوف الناس لكن الناس ما يشوفوك. والله كل خير. والله ما ينفعش تفعل كل خير وانت ظاهر. ها هذا سؤال ما بش اسهل منه. ها يعني البس القبعه اذا ساء؟ ايوه، وبتختفي فتقدر تشوف الناس كلهم لكن الناس ما يشوفوك. ايش الامنيه اللي مثلا ممكن تحققها؟ ايش الحاجه اللي ممكن تسويها؟ ايش الحاجه اللي في بالك مثلا تسويها وانت مش قادر تسويها وانت بشكلك الحالي؟ هذا فعل اي حاجة ما. مثل يعني نسحب الكلام سحب. يعني فعل اي حاجة، يعني اتمنى بيت، اتمنى سيارة، اتمنى اي حاجة. يعني بتاخذ لك بيت سيارة؟ اكيد. من وين؟ من اين؟ حتى بتخيل. يعطيك الف عافية، شكرا لك. في حال صادف انه واحده منكم او انتم الثلاث تخيلوا ارتديتوا كوفيه او قبعه اسمها قبعه الاخفاء، اول ما تلبسوها تختفوا، فانتوا تشوفوا كل الناس، تقدروا تسووا اللي تشتوا لكن الناس ما يشوفوكم. ايش اول حاجه بتفعليها؟ اول حاجه اي تقتل. تقتلي ثاني؟ هنا في معانا مشروع مجرم مستقبلي، تعالي تقتلي مين؟ يعني حدا اكيد شكت. في حد في بالك شي تقتلي؟ اكيد. طيب ممكن توجهي له رساله تقولي له انا لو شفتك فيها بقتلك؟ هو يعني اللهم انهم افهم. ايوه انت جيبي له رساله بس قولي له شوي عند الكاميرا عشان يفهم، يعني ياخذ حذره مني. لا الواحد لما يدي بضمير بامانه ما عيضره، بس لما الواحد يكون
داري بنفسه انه بيخل في مكان او في بطنه شيء اكيد انه ما فيش حل ثاني غير القتل. مبلغه ينفع ادعو للشعب كامل يعني ضروري تقتلي ولا ما ينفعش؟ كل يا سلام انا ما تدعي لي انا داري. طيب انت ايش بتسوي؟ اسافر. حلو فين بتسافر؟ شوفي شوفي هنا معنا مشروع سفر. فين بتسافر؟ مكه. مكه من غير فيزا من غير اي حاجه من غير جاجه. حلو بتسوي حاجه ثانيه؟ بس ما بتسافرش تقتلي هناك؟ مش معك واحد كفيه يا صاحبة مقرمة واحدة في الشارع اللي يدخل الجنة بعدها. طيب ايش تسوي؟ انا اتساعدها في الجريمة يعني. انا شكلي نتكلم معها بنات يعني هذيك بتقتل وانت تساعديها تقتل وانا ادعي لهن بالتوبة. وهذه بتدعي لها من مكة. الله يعطيكم العافية موفقات يا سبايا. شكرا جزيلا. انت بتقتلي. أهلا بكم مشاهدينا في طائرة سعيدة وفي فقرة هدرة على الماشي، الفقرة الخاصة اللي بنخصصها لمجموعة من الشخصيات الجميلة والرائعة، الشخصيات البسيطة المتواضعة، الشخصيات اللي البعض ما بيلتفت لهاش أو لا بينتبه لها لكن بنلاقي من وراها قصة وحكاية عجيبة. معنا اليوم الوالد الكريم، يعرفنا على اسمه؟ محمد حسن حمود الدماني. حياك الله يا عم محمد، كيف حالك؟ نحمد الله ونشكره. رحنا هذه المنطقة الآن والأجواء الجميلة هنا والضباب، هذه إيش اسمها هنا بالذات؟ هذا ضباب نقول له يعني هذا ده الحين فاصل. فاصل بس فاصل. المنطقة نفسها إيش اسمها؟ بيت الذماري. بيت الذماري. بيت الذماري في المحويت. في المحويت. طب ليش اسمها بيت الذماري؟ هم من ذمار ولا كيف؟ أصلاً أنا من ذمار. ها. أم أربعة أخوة. أيوة. واحد في العرقوب بعد. أها. واحد في شارع. أها. واحد في فهش. أيوة. واحد كان في القرية هذا. يعني أصبحت المنطقة الآن منسوبة لهم. أصبحت لهم. الله يحييك. كلهم. طيب كلمنا عنك يا عم محمد، متزوج، كم عندك أولاد، كم عندك عندي بنات؟ تسعة. تسعة إيش؟ تسعة أولاد ولا بنات؟ أربعة عيال وخمسة بنات. ما شاء الله، متزوجة واحدة؟ متزوج واحدة وبعدها عادي عاد نجيب عادي بنت. أها. إلا أنا قلت خلاص قفل. وكيف لك ما تزوجت الثانية؟ هم يشتوا بيوت، يشتوا وسع. ها. ولا عاد. ها يعني رجعك البيت ولا بتتزوج؟ أيوة. يا عيني. وزوجتك بتوافق انك تتزوج؟ موافق، ما تقول شيء. والله والله دي شركات تعاونها في العمل في الدم ما في شيء. وانت بتغلطها بتقول لها بجيب لك واحده تساعدك في العمل. لا ما اعطوا مغالطه، ما مش عقلي عداله حكم. طيب الواحد ما يتزوجش كذا يعني لله في الله، لازم يكون في سبب مقنع، صح ولا لا؟ صح. ها. لكن اذا هي كويسه معك وكل شيء تمام لا معك؟ محترم محترم. الله يفتح عليك. طيب اشتغل يا محمد. ها؟ ايش اشتغل؟ للحين الآن وزمان؟ زمان نشتغل أول ما بعمل اشتغلنا وبعد رحنا نقترب وهذا وتعلمنا لنا مهنة كذا بلا اشتغلنا. حلو. يعني كان مغترب واشتغل معظم شباب حياته في الغربة. في الغربة. إيش اشتغلت لك في الغربة؟ أول ما في عمل نشتغل وبعد مع معلمنا كذا تعلمنا. أول ما اغتربت كانت الغربة سهلة ولا صعبة عليك؟ ما هي إلا سهل، إحنا شباب ما نباله. أه. أبداً كان فعلنا 6-7 عشر في ونقوم نضوي ورجعتم للبلاد؟ ورجعنا للبلاد. أيوة. إلا قد داول الغربة 7 عشر ساكنة ما كنتش اشتاق للأهل للبيت للمرأة للجهال؟ يشتاق لأرض وبطن للأرض للأرض لو هو لازم إنه يشتاق للبلاد مهما كان. صحيح. ما يستغني عن بلاده. طيب يا عم محمد نشتك تكلمنا على أشياء حصلت معك في حياتك، مثلا أنا سمعت وأنا جاية من هنا وأنا ماشية على الطريق بيقولوا لي العم محمد مشهور إنه كان يسوي فيها مقالب. أيوة فيه تفعل فيه فيه. مقلب الناس يا عم محمد. قل لي كان في واحد شيبة أكل قدو بسني. أيوة. وبعدها قد الفطور مقرب من وعلى رمضان. ما احنا في مطعم احنا في القرية، قلت اصبر نتعشى وبعد اخرج معك لوك الطريق، قال ولا بالله تكسى. ايوه. قلت جي بعدي قمت وانا زاعل مشتي تو طريق غير الطريق شوك علشان ما يجيش معك علشان ما خلانا نتعشى ما بالله خرجوا الطريق. قلت مرحبا هذا طريق هذا البلش هذا والشوك هذا ما تيتوا الطريق سوا طريق يعني ما حد يجيها. ايوه كان يسا اوه لا قلت ولا بعدي وانا داري انا مش وانت ساكن. ايوه بعدي بس جي واجر بدو اشهد ان لا اله الا الله هذا. قال ما هي طريقي هذا. قلت ما هي الا هذا الطريق وقت بعدي وبس. ومشيت وصلت لمكانك؟ مشيت لهذا الحيطه وذا هانا. ها. ايوه جيده. قلت يا مع السلامه
وهي حيد يعني على يجرح ما خلت الرجال يا محمد. وبعدها صح يا غيرته الى ما جاوب من قال يا كان مالك الدناري هذا يقتلني يروح علي خلق الله انا سايرجه. طيب غيرها يا عم محمد. هو هذا صبر ما كملنا نكته ما كملناش قد حين بنا بالراجل خلص قد كملت بحن ندي نكته ثانيه. هذا حق جيب مقلب ثاني حق الحلاقين. الحلاق ايش حصل في الحلاق قلت له قصر راسي. هذا واحد من الحلاقين قال أيوة. القريه قال ما هو وقت دلحي قلت له الماء قلت اسمك في القريه قال ولا انا شباب يعني متعافي معلش ما رضى ايوه قد اجي قد احب في مسبه كذا جعبه بطوله ايوه ما رضى الحواني هذا خذا وانا مسكته بيدي ما افتجعت ولا شيء وجيبه ما هو داري قلت يا حاج بصر ما ذاك بجيبه قال ما بجيبه ما دخل يده كذا العظم ولقيه الله وهو الحبابة اقتلب. انت ايش ليش كنت تاذي الناس يا عم محمد؟ ليش كنت بتاذي الناس؟ ايش تضحك؟ بس عشان تضحك بتاذي الناس؟ ايوه ربي يشدي لك بعدين واحد ياذيك. قلبي قال لي شيل لازم اتاك وكسر اعتاد الحين ايش تضحك؟ الحين ما وقع قال خلاص طاح الحب قلت ما الا الحب يجي عم عوضك الحب موجود. بس اهم حاجه انك تضحك. ايوه لا يكون الحين عيونك هكذا مزرقين من الضحك دائما، ليش عيونك هكذا خضر لونهم ازرق اخضر؟ هذا والدتي كانت زرقاء وانا جيت للوالدة. أيوة. ويقولوا اللي يجي والدهم إيش عين الزرقاء اللي يعني إيش يشبه بالناس أو يمرع الناس صح ولا لا؟ أنا سمعت مثل كذا. لا يقول هذا من أصحاب الرسول. ها. أيوة صباحوا مع الرسول. ما لا اللي صباحوا مع الرسول ما كان يشي مقلبوا الناس. لا هو هذا الحقيقة. ما كان يشي مقلب الناس مقالب. ما قضى على هذا. طيب اسمعني. زمان كان في زوامل مهاجل معينة كذا تجلسوا تتمهجلوا فيها أيام الزراعة أو أيام الزواج ولا أيام رمضان والمباركات الدينية، إيش كنتم تقولوا زمان؟ نختن نشق الأرض بالفيرة. أها إيش تقولوا؟ ونتل البالة. ما إيش البالة هذه؟ يا ثور يا بياض يا جليل الشعب مثل قدام مش مع حنين الرعد. ايوه زيدني كمان مقطع ثاني. ازيد حق الخروف. ها حق الخروف. يلا. واليوم لا يوم القبو لا قبل قبل سيل مزاش الجبل اليوم لا يا لوديا الله يشكي لوديا. الله يحفظك يا عم محمد. احنا كنا سعداء في فقرة هدرع الماشي وان احنا استضفناك اليوم في طائرة السعيدة. جو من البساطة الريفية رسمتها على قلوبنا وعلى قلوب الكثيرين، لكن ها رجعت سامح من الناس كلهم اللي كنت آذيهم. هذا بدي اموت. كيف يعني؟ يعني اموت وانا بخي. ماشي الله يعطيك طول العمر والعافية، بس تسامح منهم. يعني لاجلي سامحوني وعاد انا بتني ابصر. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية يا محمد. هذه لفتة بسيطة من قناة السعيدة من برنامج طائر السعيدة. نتمنى احنا نشوفك بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. اذا مشاهدينا هذه كانت فقرتنا الخاصة في هدرع الماشي، نروح لاكمال بقية الفقرات، تابعونا. أهلا بكم في فقرة زود رصيدك، الفقرة المسابقتية الموجودة معنا في طائر السعيدة. مثل ما عودناكم أن فقرة زود رصيدك مكونة من مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة الإيمان عليها 5000 ريال، لكن مرحلة المسابقة عليها 15000 ريال، وبالتالي يكون الفائز معنا ب20000 ريال. خلونا مع بعض نشوف الفائز، هيا بنا. تعرف تعد لي من 1 لـ30؟ نعم. تعرف تعد من 30 لـ1؟ بس من 30 لـ1 تقلب السنشين والفأثى والراء زين. أبدأ من عد الواحد. من 30 لـ1. بس بسرعة، معك نص دقيقة. لا. يلا. يعني من 30 نبدأ. من 30 إلى 1، الثاء فاء والسنشين والراء زين. 30 29. 30 كيف ترجع؟ 30. لا أقلب الثاء رجعها فاء. 30 30 30. يلا 1 2 3. 30 29 28 27. لا 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 ركز معي، السين رجعها شين تنسحب. يعطيك العافية. 30 29 29 سين شين. أيوة. 29 29 20 30 29
28 26 25 الثاني يرجع قدير حامد قدير صعبة؟ نشوف غيره محمد يا محمد 20,000 ريال تشتيها؟ إن شاء الله طيب نبدأ بال 5,000 من 30 إلى 1 الثاء ترجع فاء والفاء يرجع ثاء 30 إلى 1 والسين يرجع شين والشين يرجع ث مو كان عاد في معنا الراء والزين بطلنا يلا من العشرة من الثلاثين 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 ثلاثين ثلاثين 29 29 باليوم احنا نقولها عادية لكن لما نقلب الحروف 30 30 30 29 رجع لي السين شين السين شين ايه والعكس 29 8 9 9 وايش 20 9 20 20 20 20 29 29 يلا 29 سريع سريع بس بسرعة الوقت 28 الثاء حقها يرجع فاء 28 الثاء يرجع فاء 28 عفرين ما على قول ملي يلا اخر محاولة 28 28 28 27 20 20 20 عن تعق انت الدنيا يعطيك العافية شكرا لك ابراهيم وسيم مسابقة ب 20,000 اشي واحد منكم يعد لي من 30 الى 1 يركز الحروف السين ترجع ايش؟ شين والثاء يرجع فاء من 30 29 وين الثلاثة؟ ما له شيء 30 عود 30 29 28 26 25 كيف؟ اعكس الحروف اعكس الثاء 30 مش نكتبها 30 اقلب الثاء رجعوا فاء ايش تنطق؟ 30 ثلاثين والسين ترجع شين ثلاثين تسعة وعشرين لا تسعة وعشرين عشرين عشرين ثلاثين تسعة وعشرين ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين عشرين تسعة سبعة وعشرين سبعة وعشرين ستة ستة وعشرين ستة ليش تقول ستة؟ ستة وعشرين ستة وكم؟ ستة وعشرين عشرين ستة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين يلا سريع بسرعة خمسة وعشرين أربعة وعشرين أربعة وعشرين أربعة وعشرين عشرين ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين أنت مصمم على الحظ ثلاثة وعشرين اثنين وعشرين اثنين وعشرين واحد وعشرين اثنين واحد واثنين واحد ثلاثة واربعة واحد وعشرين عشرين تسعة تسعة وعشرين لا تسعة عشر تسعة عشر تسعة عشر السين ترجع شين ايش ترجع؟ تسعة عشر تسعة عشر تسعة عشر 19 19 19 18 هذا قدر بعد عدينا الدقيقة ها ما عديش دقيقة 18 شوفوا من أول أنا ساعدكم الآن من العشرين للواحد من غير مساعدة وبسرعة هائلة واحد اثنين ثلاثة عشرين 17 نجيب احنا قاعدين نمر من المرحلة الأولى من 30 إلى 1 طلعت صعبة حبينا نخففها من 20 إلى 1 بشرط إنك ترجع الشين سين وثاء إن شاء الله يلا بسم الله 1 2 3 20 19 19 18 18 17 16 16 15 14 13
مع ان المفروض تقول 16 ولا 14 20 سين ايش ترجع 13 ايوه 14 لا بلاش عيد الليلة عيد لك كم محاولة أخيرة الثاء فاء والسين شين 20 19 كيف 19 الشين حقها 19 18 18 بالفاء 18 7 17 16 15 خمس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 اسمك نجيب سلطان هزاع نجيب بعد طلوع الروح بعد طلوع الروح حصل نجيب على الإيماء الأول في المرحلة الأولى وقدره 5000 ريال هنا في اسم هذا المكان الضباب في وادي الضباب إذا كانت هذه هي المرحلة الأولى لنجيب واجتازها نحيي نجيب كلنا حصل على 5000 ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية ونشوف نجيب إذا عرف يلعب كسب 15 ما عرفش يلعب يستعين بغيره يقسم له 15 مع بعض خليكم معنا إذن المرحلة الثانية في حلقة اليوم هي مرحلة الربالات الربالات المدفونة أعتقد أنك لعبت وأنت صغير لا لا بتأكيد عادك تلعب وأنت كبير لا إيش نحاول الآن طيب إحنا دفعنا أو كبسنا مجموعة من الربالات 15 ربل أو إيش بالأرقام حقنا إيش نسميها 15 ربل لا بالقلب الحروف 15 ربل تم دفنهم هنا في التراب في أحد الأودية الموجودة هنا في وادي الضباب في محافظة تعز ونجيب من مسافة 5 متر تقريبا حيرمي بالحجر على المكان الموجود فيه الربالات في حال إنك رميت فبتحصل على 15000 ما قدرت تستعين بحد إذا نجيب حتكون جاهز معانا وفي معك محاولة واحدة فقط في حال إنك ما قدرت بتستعين بحد تمام إن شاء الله إن شاء الله إذا مع نجيب هنا من وادي الضباب محافظة تعز وإخراج الربالات المكبوسة بضربة واحدة إن شاء الله اللي موجودين شين عدلة يلا واحد اثنين ثلاثة نجيب إحنا الآن شايفين ما في ما في كابس هذا مكبوسين أكيد أنت رميت من فوق لأن المسافة بعيدة ترمي الرمية الملتهبة ما المسافة بعيدة طيب مين تختاري يا نجيب حد يلعب ابن جميل ابن جميل هذا تعال كيف حالك؟ الحمد لله طبعا دخل معنا في الإيماء وما عرفش فبالتالي بنخليه يأخذ الحجرة أخذ الحجرة نرجع لمكان نفس المكان اللي وقف فيه نجيب نرجع مكاننا مع بعض إذن نجيب اختار من اسمك؟ وسيم نجيب اختار وسيم عشان يكمل المهمة ويحاول يطلع ربالات المكبوسة مع بعض يا شباب نعد يلا واحد اثنين أحضري ما قلش ثلاثة أحضري ما قلش ثلاثة هي تعال 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 زي ما احنا شايفين طبعا وين وين الربالات؟ انا ذاكودها تستاهل ما حد قلق ترمي قبل ما قلت ثلاثة فشل وسيم نشوف حد ثاني طيب نجيب الان قربنا مع مين؟ مع وسيم فشل ان شاء الله وين اخترت الان؟ حسن احنا الان علشان فقط من باب التخفيف مثل ما قال المخرج نحاول نغير المسافة من 5 متر الى 3 متر نحولها الى 3 متر طيب نرجع الى 3 متر المكان اللي حدد لك كل 7 عصام ايوه تمام اها يلا تحاول تركز فقط شويه يا شباب للخلف مع بعض نعد لما اعد لما اقول ثلاثه صاحبك قل ثلاثه يلا واحد اثنين ثلاثه بسم الله انت نبشت التراب يلا نبشت التراب حاولنا مره حاولنا مرتين حاولنا ثلاث لكن للأسف الشديد لم يستطع إتمام المحاولة هنا في زود رصيدك في وادي الضباب ومع ذلك
5000 ريال مقدمة من طائر السعيدة. لاسمك الكريم نجيب سلطان. نجيب سلطان، ألف ألف مبروك حصولك على مرحلة الإيمان 5000 ريال. نحيي برضه 5000 حلوة، نحيي. إذا لا تروحوا بعيد، ما زالت لدينا العديد من المسابقات المختلفة في طائر السعيدة، كونوا معنا. أهلا بكم في باسورد، الفقرة التي قد تكسبون من خلالها جائزة فقط بالاعتماد على أسلوب الحظ، الحظ الذي قد يأتيكم من خلال الهاتف. نحاول أن نناقش فيها مجموعة من القضايا المختلفة أو المواضيع البسيطة، ولن نقول قضايا، حول خصوصيات الهاتف. هل تسمح لزوجتك أن تقوم بتفتيش هاتفك أم لا؟ وهل يكون العكس أيضا كذلك؟ بالإضافة إلى أننا نهتم بآخر رقم موجود في المكالمة كانت صادرة أو واردة، إن تشابه مع آخر رقم موجود في الرسائل كانت صادرة أو واردة، إن تشابه مع آخر رقم في الواتساب. إن كان الحظ معك ستفوز بالتأكيد معنا. باسمك ياسين خالد مثنى السلامي. ياسين. انيس عبد الربي يوسف سعيد الحربي. انيس. انيس حياكم الله، من فين انتم؟ من يافع؟ من يهر؟ نعم من يهر. يا حيا، ايش انا شايفكم ماشيين بالجوالات، ايش بتسووا؟ ماشيين برسل له فيديو بس. اشوف الفيديو اشوف. طيب قولوا لي على حكايه الجوالات، انتم حاطين باسورد في جوالاتكم؟ وش رمز سر في الجوال؟ اه ليش؟ احد يفتش ولا حي؟ من اللي يفتش؟ اي واحد. من يا ياسين يفتش؟ من يا ياسين يفتش تليفونك؟ اي شخص. اعترف اعترف، مين؟ ابوك، امك، اخوك، اختك؟ اهل البيت كلهم. وانا مثله. مين بيفتش تليفونك؟ منظرنا على اهل البيت. البيت ليش كذا؟ انت تليفونك مباح، اي واحد يفتشه يحصل عليه يفتشه، يصل على رمز خلاص ما حد يفتح. طيب متزوجين؟ انا متزوج. هذا إذن وزارة الداخلية عندك تفتش تلفونك؟ لا. نعم. مين؟ قد مسكتك متلبس في يوم من الأيام. إلا إلا. أيوه هو يقول لا تدخل إلا يقول احكي لنا إيش حصل؟ كان مرة تمشكلوا هواتها. أيوه تمشكلوا علشان إيش سووا؟ إيش حصل؟ حصل. احكي احكي احكي. بيرازل وحده. وبعدين؟ بعدين قال امسح اكسر الشريحة ولا خرج. والله روح كان عند اهلي قال خلاص يغير الشريحة. وبعدين خلاص صدر الامور. انت ايش عرفك؟ جيران وذا. سمعتهم الصيح؟ مرة ثانية يكون انت على تليفونك. طيب ان شاء الله تكونوا رابحين معنا في حلقة باسورد، اريد كل واحد منكم يفتح لي اخر مكالمة في تليفونه. يا صادرة يا واردة. على طول. حلو الجيران سمعوا وهددته يا شريحه يا جوال يا روح بيت اهلي. حادقات على ازواجكم ها؟ رجال ما لهمش امان. اخر مكالمه ابي. ابوك كم نهايه رقم الوالد؟ نهايته 30. 30 يعني؟ صفر. حلو. اخر مكالمه عندك صادره او وارده؟ اخر مكالمه فضل عثمان اللي من هنا. فضل عثمان. فضل عثمان. تأكد فضل عثمان مش اللي كان بتكسر. فضل عثمان. لا لا فضل عثمان. تأكد. كم نهاية الرقم؟ 2. حلو. أنت نهاية رقم المكالمة 0 وأنت نهاية رقم المكالمة 2. افتحوا لي الرسائل. الرسائل. رسالة من من؟ آخر رسالة. لا ننساش هنا الرقم 2 هنا الرقم 0. 2. 2. والله. مش نفس الرقم الأول صح؟ لا. حلو. مش نفس الرقم الأول. هنا 2 معانا. كم نهاية الرقم؟ 1. مش 0. لا. تأكد. رسالة من واحد. طيب هنا 2 هنا 1، نفتح الوات. ايش تضحك؟ اخر محادثة موجودة في الوات. انا ماشي معي وات. ليش؟ انا ماشي ماشي يعني كنت راسل بالرسائل. راسل راسل نصية. تخسر رصيد كمان. اخسر رصيد عادي. عادي بتسمعك زوجتك العادي. عادي عادي تسمع. الا لو تخلص كلهم كل واحد بيتزوج اربع. الله الله حامينا. كم نهايه الواتس الرسائل؟ افتح والله رفض. انتهي انتهي. ليش؟ تدري والله ليش كنا بنحاول نربحكم؟ عندكم شويه واتس الاثنين. والله اني انا ماشي عندي واتس. ايش يقول كذاب؟ ليش مخبي حاجه يعني؟ مخبي شيء مضمون. مخبي شيء. مخبي شيء من اهله. هنا في يافع روعه، كل واحد ايش يوقف مع صديقه.
الله يوفقكم ان شاء الله يعطيكم العافيه. كنا نتمنى انكم تربحوا معنا في باسورد، لكن كسبنا معرفتكم والتعرف عليكم. اريد اسالك الان، تفتح لي اخر مكالمه معك، صادره او وارده؟ طيب اخر مكالمه، هذه صادره ولا وارده؟ وارده. كم نهايه رقمه؟ نهايه رقمها 53. 53 نشوف، يعني الرقم 3. طب نفتح الرسائل. الرسائل طيب، اخر رساله اما صادره اما وارده، ما عليك من الشركه، نشوف الثاني. أنا هذا من زوجتي. من مين؟ هاجر. من هاجر؟ زوجتي. زوجتك. كم نهاية رقمها؟ الرقم الأخير 95. يعني كم؟ 5. تفضل تربشنيش. 5. 5. نهاية رقمها 5. بالضبط. لو كان نفس نهاية رقمها 3، الرقم الأول طلع 3 صح؟ بتكسب معنا جاي. يلا عادي. يعطيك العافية. قلب زوجتك قول لها موجودة هنا. يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرفنا باسمك؟ وليد المعطية. اهلا وسهلا اخي وليد. من اي منطقة؟ من نمط العاصمة. وليد انا بسألك سؤال، إذا ضبط معك هذا السؤال وضبطت الشيء اللي بنلاقيه معك بتحصل على جائزة. طب أنا لما أقول لك أعطيني جوالك ايش تتوقع؟ اشتريت صليبة. ماشي ايش اتصل بس هات لي الجوال. طيب يا وليد افتح لنا آخر مكالمة صادرة منك. لمين اتصلت اليوم؟ آخر الواحد من زملائي. من زملائك وبيقول لي شكله هنا. طيب كم نهاية رقمه؟ 7-4. كذا ممكن نشوف؟ نهاية الرقم 4. إذا ضبط وفتحنا الجوال ولقينا رسالة منك ونهاية الرقم اللي بترسل للرسالة رقم 4 بتحصل معنا على جائزة. أجين أجين. افتح الرسالة. إذا فتحت الرسائل وطلع إنه آخر رسالة أنت رسلتها أو آخر رسالة أجت لعندك ورقمها 4 نهايته، معناه أنت حاصل معنا على جائزة إن شاء الله. ها أعطينا آخر رسالة. 4. 4 والله. عرفت المشي 4. والله 4. إذا حظك يا وليد، حظك، لأنه بندور حد في فقرة باسورد في اليوم. مش بس انه موجودين هنا يصفقوا لنا ويصفقوا لك بالاصح، مش يصفقوا لنا. والف الف مبروك حصولك على الجائزه من برنامج طائر السعيده. كل سنه وانت طيب. ألف. الله يبارك فيك. وإلى السؤال الخاص بكم أنتم مشاهدينا في المنازل، والذي تستطيعون الإجابة عليه عن طريق الدخول في قناتنا على اليوتيوب ووضع الاسم الرباعي والرقم والمحافظة وبالتأكيد الإجابة الصحيحة. وسؤال حلقة اليوم يقول: أين تقع قلعة الملك شمريرعش؟ السؤال مرة أخرى: أين تقع قلعة الملك شمريرعش؟ حظا موفقا للجميع. ونحط رحالنا ختاما كما يحط الضباب رحاله ورحاه في مستقر حلقة تممناها معكم بين مجموعة مختلفة من الفقرات الثقافية والسياحية والمسابقاتية والترفيهية. نأمل بإذن الله أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا جميلا ورائعا، وعلى أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى. لكم من ناطب الأمنيات، إلى اللقاء.